جرى اليوم في دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة إجراءات دورة الاستلام والتسليم بين المدير السلف العميد الركن يحيى عبد الله بن عبد الله والمدير الخلف العميد يحيى محمد المهدي، وكذا تكريم المدير السلف للدائرة. اختتمت اليوم في دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة إجراءات دور الإسلام والتسليم بين المدير السلف مستشار وزير الدفاع لشؤون التوجيه المعنوي العميد الركن يحيى عبد الله بن عبد الله والمدير الخلف العميد يحيى محمد المهدي، وكذا تكريم المدير السلف للدائرة. وخلال مراسم الإسلام والتسليم التي تمت بحضور الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان ولجنة الإشراف على دور الإسلام والتسليم برئاسة العقيد الركن حمدان عزان ورؤساء الشعب والقطاعات التخصصية بالدائرة، عبر مدير دائرة التوجيه المعنوي الخلف العميد يحيى محمد المهدي عن الشكر والتقدير لمدير دائرة السلف، مرشدا بأدواره الوطنية التي بذلها خلال فترة عمله في قيادة والحفاظ على ممتلكات الدائرة. وأكد العميد المهدي بأنه سيكون خير خلف لخير سلف في تحمل قيادة الدائرة وإدارة وتوجيه العمل المعنوي في القوات المسلحة، وأنه سيعمل جاهدا بروح المسؤولية والفريق الواحد على الارتقاء بمستوى أداء الدائرة وهيئات التوجيه المعنوي في القوى والمناطق والوحدات العسكرية. وكان مدير الدائرة السلف قد ألقى كلمة بارك فيها للمدير الخلف ثقة القيادة وتحمل مسؤولية قيادة الدائرة في هذه الفترة العصيبة، معبرا عن الشكر والتقدير لكل من عمل وتعاون في إنجاز مهام الدائرة خلال الفترة الماضية. وفي ختام مراسم الاستلام والتسليم قام مدير الدائرة العميد يحيى محمد المهدي بتكريم المدير السلف وإهدائه درع الدائرة وشهادة تقديرية.